طيب شبابنا اللي هنا كمان احب اتعرف عليكم وعن محافظاتكم وعن دراستكم. بالكباتن بالادميه انا جايب ذهب يكلم يا سلام برضو الذهب واسطه مش عارف ليه قعدوني على طب والله يعني اقول لك ايه طب والله اللي انت جاي هنا تعالى لو جبنا عليك تعالى والله لو نزور كلمتوا تقعدوا معانا جامد يا لعبة شكرا انا علي حازم بلعب بتاع 90 كيلو الحمد لله ربنا كرمني بميداليه ذهب بقالي اكتر من 12 سنه بمثل منتخب مصر والحمد لله دي اغلى ميداليه بالنسبه لي عشان هي على ارضنا وكمان كانت اهم بطوله لان احنا نظمنا البطوله اللي هي قبل الاولمبياد على طول بتبقى اهم بطوله اصعب بطوله فالحمد لله ربنا كرمنا وجبنا ذهب يعني كسبنا البطوله كمان. كلمني عن الماتش الفيصل بالنسبه لك. الماتش الفيصل هو كان ماتش فاينل كان مع بطل موريشيوس هو اصلا فرنساوي يعني هو عايش في فرنسا اصلا كان سبق ولعبته قبل كده كان كسبني ف يعني كنت بيحمل الجنسيتين ولا لا هو مع الجنسيه موريشيوسيه وجنسيه فرنسويه اوكي كان سبق ولعبته قبل كده من 3 او 4 سنين كان كسبني كده بسكور خفيف ولا حاجه بس الحمد لله يعني كنت داخل مركز المره دي ومش شايف قدامي غير اللي انا هكسب ولازم اجيب الذهب الحمد لله الف مبروك الف مبروك